الشق الأيمن من أفضل الإجراءات الطبية التي تسهل وظيفة القصبات الرئوية اليسرى في سرعة طرحها لإفرازاتها المخاطية. كما أثبتت بعض الدراسات أن توسد اليد اليمنى مع الجانب الأيمن للدماغ يؤدي إلى إحداث سلسلة من الذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات الزائدة والضارة، مما يؤدي إلى الاسترخاء المناسب لنوم مثالي. مضار النوم على الظهر: يؤدي النوم على الظهر إلى التنفس الفموي، لأن الفم ينفتح عند الاستلقاء على الظهر لاسترخاء الفك السفلي، والتنفس من الفم يعرض صاحبه لكثرة الإصابة بنزلات البرد والزكام في الشتاء، كما يسبب جفاف اللثة ومن ثم إلى التهابها الجفافي، كما أنه يثير حالات كامنة من فرط التصنع أو الضخامة اللثوية. في هذه الوضعية أيضا فإن شراع الحنك واللها يعارضان فرج الخيشوم ويعيقان مجرى التنفس، فيكثر الغطيط والشخير. يستيقظ المتنفس من فمه ولسانه مغطى بطبقة بيضاء غير اعتيادية إلى جانب رائحة فم كريهة. هذه الوضعية غير مناسبة للعمود الفقري لأنه لا يكون مستقيما، كما يؤدي إلى انثنائين رقبي وقطني، تؤدي عند الأطفال إلى تفلطح الرأس إذا اعتادها لفترات طويلة. مضار النوم على الشق الأيسر: القلب حينئذ يقع تحت ضغط الرئة اليمنى والتي هي أكبر من اليسرى، مما يؤثر في وظيفته ويقلل نشاطه وخاصة عند المسنين. تضغط المعدة الممتلئة عليه فتزيد الضغط على القلب والكبد. يبقى الكبد الذي هو أثقل الأحشاء غير ثابت، بل معلقا بأربطة، وهو موجود على الجانب الأيمن فيضغط على القلب وعلى المعدة، مما يؤخر إفراغها. وقد أثبتت التجارب التي أجراها غالتي بوتسي أن مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء يتم في فترة تتراوح بين 2.5 إلى 4.5 ساعات إذا كان النائم نائما على الجانب الأيمن، ولا يتم ذلك إلا بين 5 إلى 8 ساعات إذا كان نائما على جانبه الأيسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، وكان يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. شكرا للمشاهدة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات.